ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ابن آدم أدرك رمضان ولم يغفر له. مسكين عقل ربي 30 يوم تعصيام وقيام وهو ما خدمش لا صام إيماناً واحتسابا وما قام إيماناً واحتسابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي إخواني الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ولفنا عام كامل احنا ناكل ونشرب ونشرب القهوة، كاين ناس تدخن، بعض الناس مساكن يغلطوا، واحد ينوض يشرب قهوة، واحد يشعل جار وكرمكم الله. فما هو الموقف المطلوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام تعرض له هذا الحادث مع إنسان، مع صحابي كان صائم وكلا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أطعمك الله وسقاك. والله هذا الشيء اللي يحدث لنا من النسيان ننساو ونفطره راهي رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. لعلك كان راح يصير لك حاجة، مرض بيولوجي كنت تحتاج إلى الماكلة في اللحظة هذيك، كنت تحتاج إلى أنك تشرب الماء في هذيك اللحظة. فربي سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أطعمك الله وسقاك. فقهيا صيامك صحيح، علق الصوم نتاعك، وعندها احنا عند المالكية نقضيه اليوم نتاعنا، لا نقضيه اليوم نعودوه. وعند بعض الناس يقولك إنما أطعمك الله وسقاك يعني صيامك الله وراه صحيح. احنا المالكية نقولها لكم، احنا أرانا نفتيه بالمالكية، مذهب الجزائر راه مذهب المالكي، تقضي يومك. نسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.